بعد جديد من الوقت هذا ملتي بلاير الحلقة الثالثة. طبعا لسه داخل السيرفر فلقيت دي الفاينس كذا ودا شيء موجود اللي لسه مش فاهمه. كل دا كان مع العصام في المقطع دا بقول لكم اشياء بسويها دلوقتي واشياء بسويها بعد التصوير وفي اشياء يعني بعد فترة. فالاشياء اللي انا بسويها دلوقتي اول شيء اني ببني النذر. لا ما ادري في تروبات كي اعتقد 10 حبات اوبسيديان تكفي. اوكي وسوينا مزرعة الخنازير وخلصنا مزرعة الاكل كذا والفود. اول شيء بسويه اللي هو النذر بس كمان. طبعا ما اشياء دايموند عشان ما يست دايموند لقيتهم وعصام ذبحني فاضطريت اني اسوي كل شيء دايموند يعني كذا كذا. طبعا احنا كنا نبحث عن دايموند وذا ما بتكفي. اخ نسيت انا ازاي اسوي النذر بورتل. عزوت بسويها صح وارجع لكم. اوكي باك يا شباب سويتها كانت 10 حبات بالضبط. اوكي بنحاول نحنا نلاقي قلعة اوف مامي ارمر كويس. اوكي شيست بليت المطورة دي دهاني عصام كانت حقته يعني ربطي هو مطموخ مع درو دايموند زي كده. اوكي كان زي زفت السلو. اوكي كان بعيد يعني اعتقد طلع بعيدة. اوكي وصيفة ذات البورتل. اوكي بنرجع بس عشان اقول لكم ده كان اول شيء بسويه في المقطع بس انا وصلنا بندخل يعني من دور القلعة وكده. ثاني شيء ان الو يبي هذا النذر ده النذر يجيك لاك اول ما تصدر النذر. شوف اللاك. اوكي يا خسبني في حالي نظر. يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد الطيب الدقامري ومقطع جديد ومقطع دامي عصام. طبعا هو عصام كان يصور فحبيت اساعده يعني عشان هو بيبني البيت حقه هناك. فوانا رايح قلنا لازم نشمع نذر كوارتز عشان نملي الأرضية كده. فوإحنا رايحين لقينا قلعة طبعا كده بليس كده حمود ياب كان في غاست وبليز ووزر سكيلتون فمرة كنا هموت. حتى هو ده قاعد برا القلعة وانا قاعد عمال اذبح الوزر سكيلتون لوحدي. المهم خرجنا بسلام جمعنا حبة بليز ومعنا 2 اندر بير وبنسوي الاندر تشيست. بس في شيء ناقص لنا اوبسيديان فبقطع التصوير ونجيب اوبسيديان. لحظة لا تقطع. في اوبسيديان متوقع لا ما نسويت بيه البورتل. اوكي بقطع التصوير بعدين نجيب اوبسيديان. اوكي اوكي باكي يا شباب. طبعا جمعنا انا جمعت هو اداني 8 انا جمعت 4 وهو جمع 4. انا اسمع في مشكلة تعرف شو فين
هو ياب. لا لا لا، أنا ما كنت غلطان، أنا ما كنت غلطان. لا وحسيت نفسي مش ما عاد. صوتك مشوش، ما أقدر أسمعك. أوكي بنسوي كده. أوكي الله، إبداع إبداع. يلا بنروح الهند، بنروح الهند. يلا يلا تعال بنروح الهند. يلا بطلقها. أنزل أنزل. أوكي بم. أول إند تشيست تسوي في سيرفر. واحد اثنين ثلاثة بوم. كيف أجيب الدايموند بول؟ غلطة مني. أوكي هي دي. وكان إضافة بس على المقطع، وكمان في كان في شيء نسيت أقوله. طبعا سويت دي المنطقة، وأنا سويت الجسر، وفضيت أنا شوية من الجبل حق عصام. وكنت بسوي شيء، أو ما إحنا نلاقي بقر في الحتة دي، بسوي مصنع البقر أو إيش يسمونه ده، اللي هو يعني هاي بزرع البقر أوتوماتيكية. يا بسويها، بفتح فيديو على اليوتيوب. بس أول ما إحنا نلاقي بقر، عشان ما عندنا بقر، وكمان يعني البقر أشبه المستحيل نلاقي بقر هنا. يب. ف يعني بنحاول ان احنا نروح جزائر، يعني اعتقد الجزيرة دي فيها بقر ولا ايه. والله بنفضل نلفلف كده في العالم، لو احنا لقينا بقر بنجيب ليد. اوكي لسه ما عندنا سلايم اساسا، اسمعني. بنجيب ليد. المهم يعني هاي دي الاضافة اللي كنت حبيت اقولها. قناة عصام في الديسكريبشن. اخ هو بينزل ما بساحب. يلا السلام عليكم.